إباري ثاني المجموعة نادي الكويت. عبد الله الشمري، أحمد المطيري، لحتى الآن ما في سكور. حلوة 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 حلوة، نقطتين حلوين من عبد الله الشايق، حسبها خطأ على أحمد المطيري، والكرة عند عبد الله إلى حسين الخباز. ثلاثية من بعيد ويسجل، يسجل يسجل حسين الخباز، ثلاثية جميلة من بعيد. حلوة، دخول من حسين الموسوي، ويتابعها حسين الموسوي، لاعب كبير أيضا حسين الموسوي، لاعب نادي الكويت. عبد الرحمن الجمعة، أحمد الشمري لعبد أحمد المطيري لعبد الله الشمري. حلوة عبد الله، حلوة لحسين الخباز، وتمريرة حلوة للحمدان لأحمد المطيري، وثلاثية. والله الكويت جايين اليوم، جاي 12-2 للكويت. هجمة حلوة، حسين الخباز فاضي، خلصها خلصها حسين الخباز. هذا هو حسين الخباز، صام في المباريات السابقة عن الثلاثيات، ولكن حتى الآن هذا الوقت اللي يحتاج فيه حسين الخباز ونادي الكويت لمثل هذه الثلاثية. شوف التمريرة من عبد الرحمن الجمعة، وجميلة ثلاثية. شوف 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 شوف، حلوة 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 من حسين الخباز، ثلاثية 15. موسوي يحاول يخترق حسين لأحمد لمحمد شكناني، تعود لحسين موسوي، ونقطتين، أربع نقاط حتى الآن. تبقى 11-9 ثواني من زمن الهجمة. أحمد المطيري وبالخبرة يا كبير يا أحمد المطيري، وخمس نقاط لأحمد المطيري. شوف حسين الموسوي سجل، حتى الآن الوحيد اللي سجل في المباراة، ست نقاط من دقيقتين، ويستحقون. تمريرة حلوة من حسين الخباز، من الحمدان للخباز، وهذه ثلاثية من عبد الرحمن الجمعة إلى حسين الخباز اللاعب رقم 6 اليوم. 3-3، متقن، حاولت إيقاف خطورة لاعبي نادي كاظمة. حلوة حسين الموسوي، ويا كاونت كاونت سجلها حسين الموسوي، وخطأ خطأ، هذا هو حسين الموسوي. شوف شوف عبد الرحمن الجمعة، وخطأ واضح، وإعادة من مخين، ولاعب واحد فقط اللي قاعد يسجل. نادي الكويت أربع لاعبين مسجلين. حلوة من الكبير الخبير أحمد المطيري، سبع نقاط لهذا اللاعب حسين الخباز، وهجمة مرتدة سريعة للخباز لعبد الله الشمري، وتمريرات جميلة حلوة. طيري للخباز للشمري، حسين الموسوي المسجل الوحيد في سلة نادي، يعني 11 نقطة مسجلها هذا اللاعب الكبير حسين الموسوي، قادر يعني ما زال هو يلعب لوحده. حسين الخباز سدد وسجلها، يسجلها حسين الخباز في دخول متميز لحسين الخباز. عبد الله الصراف، اشكناني محمد، دفاع من عبد الله الشمري. حلوه، ها بدا محمد اشكناني اول نقطتين له في المباراه، وش نقطه عبد الله الشمري، ثلاثيه ومتابعه حلوه 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 من يوسف الحمدان، هوائيه جميله. هذا هو الحمدان، هذا هو يوسف الحمدان، فارس الفضلي عبد الله الصراف، ومتابعه محمد شكلاني. الان لاعبين اثنين فقط من نادي كاظمه في هذا اللقاء اللي ننقله لكم عبر قناتكم. وهجمه سريعه للكويت، حسين الخباز ويسجل، يسجل حسين الخباز، عنده 13 نقطه الان، 13 نقطه تبديل. هذا هو حسين الخباز، 13 نقطة حسين الخباز، أفضل مسجل لنادي الكويت. عبد الله الصراف، هجمة سريعة لمحمد اسكناني، وطبعا
بخبرته وذكائه محمد اشكناني ياخذ فاول من كاظم سجل عبد الله الصراف ثلاثيه من بعيد ويخلصها ملك الثلاثيات عبد الله الصراف. الى المباراه نشوف البلوش مسجل نقطه واحده، عبد الله الصراف مسجل خمس نقاط، ومحمد اشكناني عنده ست نقاط، وحسين الموسوي 12 نقطة، وعندنا للكويت يوسف حمدان نقطتين، وحسين الخباز ثلاث ثلاثيات تسع وأربع نقط يصير عنده 13 نقطة، وعبد الله الشمري ست نقاط، وأحمد المطيري سبع نقاط في الربع الأول، وعبد الرحمن الجمعة نقطتين وست نقاط لصالح نادي. طبعا هذه المباراة أعزائي المشاهدين ضمن المربع الذهبي، ثلاث لقاءات راح تجمع هذين الفريقين. في يوم الأربعاء راح يكون المباراة الثانية اللي هي بين الكويت وكاظم في الساعة الثامنة أيضا على ملعب نادي النصر. ثم في مقطوعة من مساعد العتيبي حسين الخباز لعبد الله الشمري وتعود الى عبد الله الشمري مره ثانيه ويسجل، يسجل ثلاثيه حلوه حلوه من عبد الله الشمري عنده تسع نقاط حاليا. ايضا يتميز بالثلاثيات لعبد الله الشمري حسين الخباز من بعيد خلصها لسعها حسين الخباز. الهولندي حساباته غير موفقة، ثمان نقاط لهذا اللاعب الكبير محمد، يحقق نتائج مرضية لمنتخباتنا. حلوة من الموسوي لاشكناني وبدا اشكناني، عشر نقاط لاشكناني. من فهاد السبيعي عبد الله الشمري، حلوة حلوة مصطفى، مصطفى يا مصطفى عوض مصطفى البلوك شات الليالي عوضه في دنك جميل في سلة نادي لم يسجل. شوف 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 الدنك الجميل اللي شوف أيضا إعادة من جانب آخر، وطبعا متابعة من مخرج المباراة حسين. طبعا بعض اللقطات الجميلة في هذا اللقاء، وما زال نادي الكويت ثمان نقاط وخمس دقائق. طبعا نذكر بأن هذه بطولة الكأس ونحن معكم في المربع الذهبي، وهناك مباراتين، المباراة الأولى هي الكويت وكاظمة، ثم هناك مباراة الجهراء والعربي، والفائز راح يكون يصل إلى النهائي بعد التيحان. بدأ نادي كاظمة الآن يعود للمباراة، وعبد الله الصراف الملك عبد الله الصراف يسجل ثلاثية حلوة. عبد الرحمن الجمعة وسددها وسجلها عبد الرحمن الجمعة أربع نقاط، عاد الفارق الأحمد المطيري الخباز ويحاول يخطر الخباز، حلوة 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 تمريرة جميلة، ست نقاط لهذا اللاعب عبد الرحمن. الخطا راح يكون جزائه الساحر أحمد البلوشي، حلوة من عبد الله الصراف، عمل دخول جميل للبرتقالي، وثلاثية من تابعها حلوة حلوة اشكناني محمد اشكناني عنده 12 نقطة هذا اللاعب ثانية، ودخول من فهد الظفيري ومتابعة من محمد عدنان، ويسدد محمد عدنان ويسجلها، يسجل محمد عدنان هذا الشاب الجميل لفريق تحت 17 بنادي الكويت والمنتخب الوطني. وشوف محمد عدنان الذي تألق في المباراة النهائية بطولة الدوري وسجل نقطتين وآخر توازن إلى المباراة ويقلص الفارق إلى أربع نقاط. حسين الموسوي، يا حسين يا حسين الموسوي، 17 نقطة لهذا النجم الدفاع على لاعبي نادي الكويت حسين الموسوي، ويسجلها حسين، سجلها حسين الخباز
عند 19 نقطة. حلوة حلوة من عزيز، عزيز الحان أول نقطتين له في المباراة. عبد الله الشمري، حلوة عزيز لحسين الخباز يحاول يخترق، حلوة فيك جميل، ونقطتين حلوين من هذا اللاعب الكبير. 50-50 كنا نتوقع أن تكون المباراة من جانب واحد. أحمد المطيري، أحمد المطيري 10 نقاط وثلاثية تضع النجم المخضرم الكبير، وثلاثية من عبد الله الشمري، عبد الله الشمري وثلاثية، ثلاثية جميل. عبد الله الشمري، مصطفى الرفاعي المطيري، المطيري إلى عبد الله الشمري، خلصها خلصها عبد الله الشمري، ثلاث ثلاثيات في هذه المباراة. أحمد البلوشي، أشكناني لحسين المسوي، فاضي، حلوة 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 من هذا اللاعب الكبير حسين الموسوي. فارس الفضلي، ثلاثية من بعيد وضايعة، تعود لفهد إلى مصطفى، دنك جميل من مصطفى الرفاعي. شوف مصطفى 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 دنك جميل، وأربع نقاط. شوف التمريرة الحلوة اللي كانت من فهد السبيعي، حلوة، ثلاثية من الكبير بدر المطيري، وأول سكور له في المباراة. 64-54 ما زال الفارق 64-57. فهد السبيعي لمحمد عدنان، سجل محمد عدنان، 56-57. بلوشي، حسين موسوي من بعيد، يا سلام والله كبير يا حسين يا موسوي، 24 نقطة كبيرة الفارقة في صفوف نادي كاظم. محمد عدنان ياخذها المطيري، احمد فهد السبيعي، ثلاثية، والله هلا هلا يا فهد، فهد السبيعي أول ثلاثية له في المباراة، أول ثلاثية له في المباراة، أول سكور. 43 يصير عندنا 17 نقطة مسجل في الربع الثالث. نشوف نادي الكويت 73 نقص منهم 47 يصير 26 نقطة. نشوف الأشواط معانا ونذكركم فيها، طبعا الشوط الأول كان 30-24 لصالح نادي الكويت، الثاني كان نادي الكويت 26 بالمقابل كاظمة 17، وهذا ما أعطى الأفضلية والتقدم للكويت حتى الآن في هذا اللقاء الذي ننقله لكم أعزائي المشاهدين عبر القناة الرياضية الثالثة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ونحن معكم في بطولة كأس الاتحاد الموسم الرياضي 2016-2017، ونحن في المربع الذهبي، ويوم الأحد الموافق 16/4/2017، وهذا اللقاء الأول اللي راح يجمع الفريقين على أحمد البلوشي، حلوة لمحمد أشكناني، يسجلها محمد بلوشي اللي عنده ثلاث نقاط فقط من رميات حرة، ثلاثية. يقول لا 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 يا كابتن، أنا اليوم راح أراويك. حسين الخباز يخلصها 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 حسين الخباز في آخر ثانية، ودفاع من مصطفى لفارس الفضلي، فاضي فارس، وثلاثية جميلة، ويحطها يحطها يحطها فارس الفضلي، كان فاضي، وثلاثية من أحمد المطيري. عبد الله الشمري، حلوة لمصطفى، ويسجلها يسجلها مصطفى الموسوي،
آخر خمس دقائق حلوة حلوة الأشكناني من الموسوي، تمريرة متميزة من أشكناني لعدنان، ثلاثية من بعيد وضايعة لمحمد الملا، يباصيها لعبد الله الشمري ليلقى الهدية، الهدية القادمة من محمد الملا. عبد الله الشمري وهجمة سريعة للكويت، مصطفى الرفاعي حلوة 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 حلوة، وتعاون ما بين اللاعبين وتمريره لعبد الله الشمري حلوه، 22 نقطه وان سيطر عليه الكويت في جميع الارباع، وان كان كاظم افضل بالربع الثالث. حلوه 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 من هذا الكبير، مجهود واضح في هذا اللقاء، هذا اللاعب الكبير حسين الموسوي ويسجل. شوف شوف والله والله يا ابو علي يا رب، ثلاث دقائق والكويت ما هو مستعجل، وثلاثية من المطير. شوف هذه الخبرة وما تفعل الخبرة، 16 نقطة لهذا اللاعب الكبير عبد الله الشمري. المطير يا أحمد أيضا الخبرة تلعب دور لمحمد عدنان، يسجلها بكل هدوء محمد عدنان، نقطتين. المخضرم الخبرة للشمري وخلصها، يخلصها عبد الله الشمري المتألق، 24 نقطة في آخر 22 نقطة. فارس الفضلي يحاول يخلص عبد الله الشمري المطيري أحمد، باقي 14 يقول خلاص 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 خلاص، كما اعتدنا أن توقف المباراة عند حدوث هذا الفارق الكبير من النقاط. وانطلقت ساعة المباراة تعلن فوز نادي الكويت في اللقاء الأول اللي صار ضمن المربع الذهبي.